السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، عملية جديدة بالبحر الأحمر وتناقض بريطاني أوروبي أمريكي بشأن سونيون، وإلى التفاصيل. شهد البحر الأحمر اليوم الأربعاء عملية جديدة ضمن عمليات اليمن المساندة لغزة، وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تسجيل حادث على بعد 77 ميلا غربي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، ولم توضح الهيئة تفاصيل العملية. والعملية واحدة من سلسلة عمليات يمنية يتم تنفيذها منذ نوفمبر الماضي، وطالت أكثر من 180 سفينة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وحلفائه. والعملية الجديدة تأتي في وقت لا يزال فيه مصير ناقلة النفط اليونانية مجهولا مع استمرار الحرائق على متنها منذ الأسبوع الماضي، وتناقضات الروايات البريطانية والأوروبية والأمريكية بشأنها. وبينما زعمت هيئة العمليات البريطانية انجلاف السفينة واتعت الدفاع الأمريكية تسبب الوجود منها، نفت البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي سبيدس ذلك مؤكدة بأن السفينة لا تزال في مكانها ولم يسجل بعد أي عملية تسرب منها. والروايات البريطانية الأمريكية تأتي ضمن الدعاية المتصاعدة ضد اليمن مع فشل وقف عملياتها البحرية عسكريا، في حين تحاول البعثة الأوروبية تسهيل عملية سحب السفينة. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت اليوم أن السفينة اليونانية التي استهدفتها القوات اليمنية قبل أيام في البحر الأحمر لا زالت مشتعلة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.